أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامج نبض الاتحاد. قصة نجاح أو أكبر من قصة نجاح، قصة رجل، الأستاذ أنطون ميلان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أسلم أستاذ أنطون، بشرفنا نتعرف بحضرتك في البداية. أسلم، ونحن كمان أهلا وسهلا فيكم. حضرتك، نتعرف في حضرتك. أنا أول شيء اسمي أنطون الياس ميلان. نعم. أنطون، مو أنطوان، أنطون الياس ميلان. أنا لبناني الجنسية، من شمال لبنان، من قرية اسمها بحويتة. بحويتة بتصفي شرق طرابلس، طرابلس لبنان الشمالي. نعم. على ارتفاع 1200 متر عن البحر. أستاذ أنطون، حضرتك خبرتنا أنه دخلنا دولة الإمارات في عام 1986، كانت بداية تجربتنا بعد مرحلة دراسية طويلة. إحنا بدنا نعرف إيش الدراسة، المرحلة الدراسية، قبل ما نحكي عن دخولنا لدولة الإمارات. أوكي. إذا المرحلة الدراسية هي بدأت في مدرسة داخلية. نعم. إذا درست 5 سنوات من الابتدائية حتى التكميلية. صحيح. في مدرسة مر يعقوب كرم سدي في شمال لبنان. من بعدها التكميلي الثانوي في مدرسة الآباء البيض أو بير بنديكتان بطرابلس. والترمينال أو الثانوي التالي الأخير هو معهد الفرير في طرابلس كمان. من بعدها سنة 69، إذا 69 إلى 73 أنا خلصت إجازة في الفلسفة وعلم النفس. ما شاء الله. ودرست 74 75 ماجستير في الفلسفة. والوقت نفسه 75 كنت عم خلص الماجستير في الفلسفة وأول سنة حقوق. إذا سنة 75 كنت أنا أول سنة حقوق، أنا خريج 79 حقوق. بين 79 سجلت في نقابة بيروت، إذا نقابة بيروت، لأنه في عنا نقابة تانية في الشمال. إذا نقابة بيروت سنة 80، لأنه بعد تلقيت مكتب، تعرف أيام كان صعب لتلاقي مكتب. 80 لل 86 أنا بين محامي متدرج، 82 صفيت محامي استئناف، 82 إذا لل 86 أنا موجود في لبنان، إذا ممارس مهنة المحاماة في لبنان. سبب اختيارنا لدولة الإمارات؟ كويس. إذا بهالفترة كان عندي صديق من شمال لبنان إجا قبلي على دولة الإمارات، هو رغبني إني إجي، كان مدير شركة تأمين، شركة الضمان اللبنانية، رحمة الله عليه، كان صديق في مدرسي. إذا هو رغبني يعمل لي فيزا، وأنا طلقت وسكنت بيته أول مرحلة عند صديقي، وهو صار يعرفني على الناس، وصار نصيب من خلاله أتعرف على مكتب رشيد هارون، وبدأت عملي. جيت بجون بشهر يوليو أو يونيو 6 يونيو 1986 إذا بقيت دور على العمل. بعدين بشهر بأكتوبر 14 أكتوبر، بعد الظهر كان، بعد الظهر 14 أكتوبر صار نصيب ابدأ العمل بمكتب رشيد هارون. أستاذي مكتب رشيد هارون، حضرتك الأستاذ هذا اللي مدحت فيه كتير خلال حوارنا ما قبل اللقاء، وحكيت لنا أنه إحنا كنت أنا أمين قلم أو موظف قلم. نعم. لا، أنا محامي القلم، يعني أنا قلم المكتب. نعم. أنا قلم المكتب سري حقيقة، يعني ما كان حدا يكتب أي مذكرة أو أي شيء إلا ألمه. صحيح. أستاذ رشيد مرخص وكان يحضر الجلسات في المحكمة. نعم. وباقي كان في محامي هندي والباقيين كانوا موظفين، لكن الألم تحضير الملفات والدعاوى كان ما في غير ألمي وحدي أنا، هذا أمانة لمدة 9 سنوات. 9 سنوات إلى عام 1995. نعم. انتقلنا إلى السيد أو مكتب السيد سمير. سمير كنعم. صحيح. وين بنفس المكتب نحن موجودين متواجدين فيه. ما شاء الله. هذا المكتب وين غرفته؟ غرفة سمير كنعم. صحيح. هذا المكتب اللي إحنا تواجدنا فيه اللي كنا موظفين في البداية. بالضبط. كله كان وظيفة، عقد عمل. صحيح. ضلينا فيه من 95 لسنة 2000. مظبوط. نهاية 2000. صحيح. هاي الفترة شو طورنا على حالنا في العمل؟ لأنه كنت خدت خبرة واسعة في مكتب رشيد هارون. لما فينا على مكتب سمير كنعان كمان أنواع الدعاوى تغيرت، لأنه هو كان محامي عنده شركات تأمين، صار في دعاوى فيها كثير من الدعاوى للتأمين والبنوك. إذا كمان طورت خبرتي في التأمين والبنوك
بمكتب سمير كنعان. أستاذي حتى وصلنا لمرحلة قبل يعني من نمتلك المكتب أو قبل ما يصير المكتب مشروع لنا، وصلنا لمرحلة أنه صرنا في جميع القضايا استشاريين قبل بالضبط. مرحلة صار عندنا خبرة واسعة في جميع أنواع الدعاوى. أستاذي أنت بتحكي بصيغة الجمع وهذا من التواضع، بصيغة الجمع عم تحكي وهذا لتواضعك الموجود، بس أنا بحكي عن السيد أنطون شخصيا. أنطون شخصيا اللي لقبوه بالطاحوني. أستاذي من 1995 لل 2000 وبعد خبرتنا الطويلة اللي صرنا إحنا نقدر نعطي على جميع أنواع القضايا، صرنا نقدر نعطي على الشرعية حتى الهندوسية، نقدر نحكي حتى الأستاذ لقبونا أو صار لقبنا في المكتب لقب الطاحوني. هاي الخبرة والباور اللي استفدناه كلياته من وين جبناها او من وين كان دافعها او السورس تبعها؟ شوف انا وجدت في مكتب رشيد هارون اكيد لانه بدا هو من زمن كان صار له بالقليله 20 سنه يمكن 66 او 67 هو اجى البلد. نعم. اذا صار له بدي طويل وكان اول محامي، اذا كل انواع الدعاوى دخلت مكتبه. انا لقيت في انه ارشيف كبير، وانا بحب الوحده، وانا بتمنى على زملائي اللي بيكونوا بلشين جديد يتطلعوا هالتطلع هذا، شو سيب الدعاوى وارجع لخص الدعاوى، اقرا الدعاوى والمذكره اللي بشوفها جيده كاتبها حتى الخصم بدعوى ما كنت فيها، انا صورها واحتفظ فيها. صحيح. لحتى يعني صفي عندي خلفيه قانونيه جيده بكل انواع. انا جديد لازم انا اعرف البلد، لازم اعرف شو مكتوب يعني يكتبوا البلد، كيف الطريقه تبعيتهم، كيف كله هذا اخذته. بس تعذبت بس اشتغلت كثير. بعد عندي ملخصات لحديت هلا، يعني ارشيف كثير كبير عملته لنفسي بهالتسع سنوات عند رشيد هارون، وكملت هون عند سمير كنعان، ولكن كان صرت عندي نضوج اكثر لما كنت تركت مكتب سمير كنعان. استاذي سنه 2000 كمان برضو في عندنا الدكتور رياض كبير. صحيح. الدكتور رياض حدثنا عن هاي الفتره الزمنيه. ما كانت طويله يعني كنت انا قدمت طلب لاخذ ترخيص، وبس اخذ ترخيص انسحبت، بس تعاوننا على الخير نحن والدكتور كبان، ولكن ما كان طويل الفتره، قصير كثير يعني. بال 2001 رحمه الله عليه الشيخ مكتوم اعطانا شهاده او اعطانا رخصة. استشاريه للاستاذ انطون ميلان. مظبوط. اول شيء اخذنا الرخصه، اول شيء شعور او رجل نجح في حياته وصل للهدف اللي بده اياه، انا صرت اقدر استطيع اني امتلك رخصه تجاريه. بالضبط. كانت في عام 2001. صحيح. اول استبع منها بعد ما اخذنا الرخصه. كويس. الحقيقه كنت متردد، تعرف لانه انت عم تفوت على مجال جديد، وفي عندك اول شيء في عندك مسؤوليات. نعم. وفي عندك مصاريف ماديه، بدك تستاجر، بدك تشتري فرش، اذا كل شيء يعني انت فايت انت غريب بدوله، انت رجل عم تشق طريقك. مو بالاول كنت على هم على غيرك، صار هلا لم على نفسك انك تفتح مكتب لك. اذا كان بس متهيب، ولكن اقدمت وفتحت مكتب مو كبير، بنايه هون قبل الحج جنب البنايه هنا. صحيح. اربع غرف. وكان ثابت اجى معي محامي هندي، وكان عندي طباع صور بيطبع عربي هو بنجلاديشي. بدأت يعني البزنس بشكل صغير وتطور. استاذ بدأنا بكتابة المذكرات وتنظيف المستندات ولوائح الدعوة. صحيح. هيك بلشنا. صحيح. كيف تطورنا؟ تطورنا شو؟ تطورنا وصلنا لمرحلة الاستشاري، وصلنا لمرحلة انه صرنا احنا بروكرز، وصلنا لمرحلة انه صرنا احنا نختار المحامي اللي احنا نوديه للقضية اللي احنا بعد ما ندرسها. ايه لا شوف انت لما من كثرة الشغل ومن كثرة الاطلاع وترجع للمراجع القانونية، خاصة هون بدولة الإمارات، في عندك لك بدبي لاحظ هالمجموعة، هي مجموعة اجتهادات كل الأحكام. لما بترجع للأحكام بتصفي تطور كفاءتك أكثر وأكثر. نعم. لحتى تصفي أنت بالفعل مستشار، وتصفي تعرف وين بدك تتجه ومين بدك تختار للتعاون معك. صحيح. نوعية الشخصية بدك تعرف نوعيته، هو عنده خاصة إذا عقله القانوني جيد، ما بيهم خبرته، بس المهم عقله القانوني يعني بيفكر صح. صحيح. لأنه في ناس ما بيعرف يفكر صح. كلمة الموكل أو اختيارنا للموكل، صار الموكل يدور علينا ويبحث علينا، وصلنا لمرحلة إنه صار في عنا كم من الموكلين اللي جربونا، خلينا نقول اللي إحنا ما لجأنا للدعاية عشان نعمل على حالنا. وبنرجع لكلمة word of mouth، هاي الكلمة اللي هي اللي خلت صيتنا
يتطور لل 2001، وهذا السبب الأكبر اللي خلانا نفتح المكتب الخاص فينا ولا لا؟ صحيح صحيح. نعم. إيه شوف اللي قال لك، نحن لما اشتغلنا بمصداقية مثل ما قلت لك بالأول، المصداقية مع الزبائن، المصداقية كانت أساسية، ولما حققنا النجاحات صاروا الزبائن صدق ينتظرونا. إذا كنت غايب عن المكتب مثلا بسفر أو أي شيء، ينتظرونا حتى يسلمونا القضية، ما يروحوا عند غيرنا، لأنه صار ثقة قوية أنه هذا لا يكذب علينا ويحكينا بصدق. وشغلتين هو الموكل بيطلبون، شغلتين هو اللي بيطلبون الموكل، أنه بتربح قضيتي متى تنتهي، متى تخلص. وأنا ما كنت جاوب على الكلام أبدا. ليه؟ لأنه أنا ماني قاضي اللي ما أعرف أي متى تخلص القضية، ومن القاضي اللي أعرف متى تنجح. أنا كل جاوب أنه عندك أساس قانوني صح، ولكن أنا ما بضمن لك النجاح، وما بضمن لك متى تنتهي القضية. وهالمصداقية هيدي قدروها، أنه المحامي ما بيتكلم غلط، ما بيقول أنا خلص نجحت رح أخذ لك الدعوة أربح لك الدعوة وكذا، وخلال 6 شهور أو 5 شهور بخلص لك القضية. إذا هذا أنا كان بعيد عني كل البعد، أنا كنت أتكلم بمصداقية واشتغل صح والحمد لله. أستاذي بال 2001 أو بال 2002 و 2003 في هاي الفترة الزمنية أطلق علينا اسم صاحب المهمات المستحيل. صحيح صحيح. السبب؟ السبب قال لك شيكات بدون رصيد، وهذا لوجه له 12 شيك بدون رصيد في محكمة العين. عم بقول لك وين محكمة العين؟ بين محكمة العين وأبو ظبي، براءة 12 شيك بدون رصيد. نعم. شيك بدون رصيد معروف في استحالة يكون براءة، يا حبس يا أقل غرامة، يعني في عقوبة ولكن ليس براءة. ومرة تانية زميلي المحامي الهندي اللي هو ما موجود هوني، كمان شيك بدون رصيد، مو دائما تطلع براءة، وكمان أخذت براءة بشيك بدون رصيد. أستاذي إحنا في برنامجنا بنقتدي في مقولة الشيخ محمد بن راشد اللي رقم واحد، واعتزازنا برقم واحد، وإحنا لازم نكون رقم واحد. بإذا بدنا نسأل الأستاذ، أو أنا أطلقت عليك رقم واحد في مكتب أنطون هون اللي إحنا موجودين فيه، هي المصداقية، هل هذا صحيح أم هنالك رقم واحد أكثر أو أكثر من واحد متواجد عندنا؟ ما استوعبت، ما فهمت السؤال. إيش رقم واحد في المكتب؟ رقم واحد الإيش المكتب اللي بيفتخر فيه، أو الإيش المميز في هذا المكتب؟ رقم واحد وهي أول شيء الكفاءة. الكفاءة يعني الشغل بجدية وكفاءة. نعم. والمصداقية هيدي. نعم. هيدا رقم واحد. صحيح. هيدا رقم واحد. أستاذنا دائما التوفيق من رب العالمين، وإحنا عارفين هذا الشيء. وبعد رب العالمين الإمارات دولة خصبة إنه إحنا نزدهر فيها ونتطور فيها. بعد دولة الإمارات وبعد ربنا وبعد دولة الإمارات، مين صاحب الفضل على الأستاذ أنطوني اللي وصله لهذه المرحلة اللي هو فيها؟ ثقتك، مصداقيتك، تكوينك لنفسك، جلوسك في اطمئنان على هذا الكرسي اللي حضرتك قاعد عليه. شوف أنا بتصور أهم شيء إنه تحقق انتصار كفاءتك ومصداقيتك. نعم. وشغلة تانية علاقتك الإنسانية مع الموكل. صح. هيدي العلاقة الإنسانية الصح، لأنه أكثر محامين بيفشلوا لأنه ما بيكون علاقة إنسانية، بيكون علاقة مادية. صحيح. لما بتكون علاقة مادية مهما كان المحامي، بس يشعر الموكل إنه هذا عم يعملني بمادية من أول ما دخلت عليه، إسا ما تعرفنا قبل ما أفكر كله عم يحكي ماديات، بيقبط الموكل. لازم يكون في علاقة إنسانية اللي تتفهم مشكلته وتعيش مشكلته، بعدين الفلوس هي بدفع الفلوس وبيكون راضي انه هذا الانسان عم يشعر معي، هذا عم يفكر معي ليحل لي قضيتي. هذا المهم انك تعيش معه. هذا استاذ انطون ميلان، بدنا نسالك عن عائله انطون ميلان العمليه. انت حسب سالتك قبل اللقاء ايش علاقتنا في الموظفين، حكيت لي احنا عائله الحقيقه على موظفين، وحضرتك حكيت لي عن مراجعين او موكلين هم اصدقاء وليسوا مراجعين. بالضبط بالفعل هذا مضبوط. كيف كوننا علاقتنا؟ كيف قدرنا نعمل هذا الكنترولين كلياته؟ شوف أنا من طبعي إنسان، هو الخلفية تبعيتي بدك تخلف فكرة. مثلاً بروي لك ما نحطول، أنا بقولك مثلاً لما كنت بعد تلميذ وبعد البوكيت ماني، يعني الخارجية وبعرف يسموها لكم بالأردن، إذا أنا بطرابلس وأنا ما بسأل على الأديان، لأنه مرق بالشارع والبشر مثل النمر رايحين وجايين. أنا بشوف ولد بجزيرة يبكي، اكيد رجل صبي مسلم وجروحه جروحه بسيطه على وشه. صحيح. ايه هيدا كنت بعد تلميذ طالب، والبشر كانه حيوان، ما حدا سألان هن هو عم يبكي والذباب حائم عليه. انا بعدني تلميذ يعني بالعشرينات، انا ما عاد مسمرت مكاني وما عاد فيني امشي،
الا ما هيدا كفف له دموعه. شلت من الفلوس من جيبتي اللي هني بوكيت ماني ماني كثير، صمت انا وياه، سالته ليش عم تبكي؟ ما كان رد علي. اعطيته جزء من الفلوس تبعي وقلت له سكت وبشير معه بكون جوعان. ما قدرت اتحرك وامشي الا ما كنت كففت دموعه، فهالشعور الانساني عندي يمكن يكون عند اخوي منه موجود. صحيح. بقى انا شعوري انساني مع عائلة المكتب وحتى مع الموكلين، يعني شعور انساني. أستاذ أنطون، دولة الإمارات هاي الدولة اللي حلم لكل شاب خارج الدولة، حلم لكل فتاة، لكل رجل، لكل امرأة إنهم يجوا هون، سواء سائح، سواء صاحب بزنس، سواء باحث عن عمل. إحنا بدنا نسأل أو نوجه كلمة للوافدين اللي خلصوا قانون، اللي طلابنا اللي خلصوا قانون، أو الاستشاريين الكبار اللي خارج البلدان اللي جايين هون سواء باحثين عن عمل أو يريدون أن يفتحوا بزنس جديد هون. إيش بتحكي لهم كلمة من حضرتك موجهة لهم؟ أنا بقول لهم مثل ما قلت لك سبق وقلت لك إنه أول شيء بده يكون متواضع، يجي بتواضع بروحية متواضعة، وبده يكون يعني يقبل الغربة، الغربة كربة، شو بصير بده يقبل الغربة، وبده يكون ما يتفاجئ اقتصاديا، بده يشد الحزام الاقتصادي، وبده يكون عنده نباهة يقبل بأول عرض عليه، ما يكون كتير، ما يقول إنه عندي حد معين أنا ما بتنازل عنه، يمكن يكون بالأردن مثلا أو بلبنان أو سوريا، يمكن بده مثلا 2000 3000 دولار، وهون معروض عليه 1000 دولار أو 50 دولار، وبالكاد يقدر يعيش فيه مع شد الحزام. بده يقبل أول خطوة تبقى صعبة، لازم يقبلها لحتى يفوت بالغربة. لازم يقبل أول شيء الوضع المادي الاجتماعي، لازم يقبله ويشد الحزام ويدبر حاله، يكون على قد بساطه ومد رجله. وحكيت لي كمان كلمة الهدف. الهدف يكون عنده هدف سامي طبيعي، جاي لهدف يعني ما يضيع. صحيح. شفت كيف؟ لأنه المغريات في الدنيا كثيرة، هو شاب بعده شباب، ممكن المغريات تاخده في الدنيا. نعم. إذن هو بده يكون عنده هدف سامي. صحيح. أستاذ أنطون، دولة الإمارات هاي الدولة اللي تأسست بذرة الخير فيها من عهد الشيخ زايد الله يرحمه. صحيح. هاي الدولة اللي عم نصف سيارتنا ونتركها مفتوحة ونطلع ما منخاف. هاي الدولة اللي وصلنا لنعمة الأمن والأمان اللي صارنا محرومين منها في كتير دول. صحيح. شو منحكي لهاي الدولة أو مكتب أنطون ميلان إيش بيقول لدولة الإمارات ولحكام؟ أنا بقول لك الدولة هاي الدولة مميزة، حقيقة مميزة، بنيت حالها بسرعة، دولة مميزة. شوف، ابعد عن مشاكل، ما تعمل أي جرائم أو أي مخالفات، ما حدا بيتعرض لك، الناس طيبين هون. أنا عشرت من وقت كنت صغير ما بيتعرضوا لألك. صح. يعني مفتوح كل شيء. أول شيء تاكل ضرائب ما في، شفت كيف؟ انت راتبك بتاخده كله سوا، اجرك بتاخده كله شيء لألك. اذا انت براحتك عايش بحريتك، الامان، تصور بدون مبالغه، اذا امراه في ابو ظبي وافده او باي اماره من الامارات، لو الساعه 3 بعد نص ليل ركبت بسياره تاكسي، هي ما بتخاف. صحيح. هي ما بتخاف ابدا، لانه عرفي الامان موجود. اذا المهم ما تخالف القانون، انت براحتك من ناحيه الشغل، كل شيء مفتوح، الحياه مفتوحه لألك على مصراعيها انك تعمل مستقبلك، الا اذا انت مثل ما قلت ما عندك الهدف سامي. اذا ما عندك هدف سامي انت ما بتحقق، اما الدولة ما بتحط عقبات، هي بالعكس عم تفتح لك مجالات لحتى تحقق ذاتك، الا اذا انت ما بدك تحقق ذاتك. صحيح. شو بدنا نعمل اكثر من هيك؟ ما خلوا شيء، احسن طرقات، افضل حدائق، افضل شواطئ. صحيح. افضل فنادق، ما ضل شيء الا ما عملوه للمواطن وللوافد. المهم هو وشطارته، بس المهم يخالف القانون بس. أستاذ أنطون، إحنا تشرفنا كثير بزيارتنا إليك. الله يخليك. الله يرضى عليك. ضيف عزيز علينا كثير. تسلم يا عزيزي. فريق ضبط الاتحاد بتشرف بوجود رجل ذو خبرة، رجل ذو متكلم مثل حضرتك. الله يرضى. أهلا وسهلا فيك. تسلم وأهلا وسهلا فيك يا شباب.